السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم مقطع جديد بحلقة جديدة. مقطع اليوم يا جماعة راح نلعب ماب أسئلة عن ماينكرافت، أسئلة شاملة كذا عن ماينكرافت، وإن شاء الله نجاوب على الأسئلة كلها وما نغلط في ولا سؤال، عشان طبعا تعرفوني أنا بلعب من 5 سنين ماينكرافت. فأحم إن شاء الله لا تجيب العيد في الأسئلة وكذا، لأن دحين أنا حرفيا ما شفت الأسئلة كيف اليوتيوبر نزل على الموضوع ذا، فقلت خلينا نشوف الأسئلة اللي بينزلوا عنها اليوتيوبرز وكذا، وأنا اللي داخل في الشاشة كذا بزيادة. فيب اليوم راح نشوف الأسئلة دي. طبعا أنا أعرف نفسي واثق من نفسي إني راح أجاوب عليها كلها، واثقة من نفسيها مش واثقة طبعا أهم شيء يا جماعة ثقة في النفس طبعا. فما بطول عليكم، اللي مشترك بالقناة من يشترك بالقناة، واللي مو داخل سيرفر ديسكورد من يدخل سيرفر ديسكورد ويحط لايك، لأنه أغلب الناس اللي بتفرج على مقاطعي ما قاعدين يشتركوا في القناة، فيرحم لي أمك اشترك بالقناة، خلينا نوصل 1200 مشترك بأقرب وقت. وبس يعني ما بطول عليكم، يلا خليكم مع المقطع الجميل واللطيف والظريف. You don't have to be alone again, could I take you by the hand and never go would I tell you that. طبعا دحين المفروض نحن نروح وين difficulty easy. اوكي نشوف easy موجوده، easy check point on موجوده، better this ما ادري وش دول بالضبط، بس اتس اوكي. خلينا نروح وين؟ هنا سبسكرايب لا انقلع تف عليكم على وجهك. خلنا نبدا كليك ميت ستار. اوكي يلا نبدا بسم الله. طيب دحين المفروض انا اضغط على الزر صح؟ هنا مكتوب. فدحين اول سؤال وات جيم ار يو بلاينج رايت ناو، يعني بسالني وش اللعبه اللي جالس العبها حاليا. يا جماعه قاعدين نلعب حاليا سبايدر مان. اوكي يا جماعه قاعدين نلعب سبايدر مان، ابدا مو واضح قاعدين نلعب ماينكرافت يا جماعه، ابدا مو واضح طبعا. فخلينا ندخل ماينكرافت على طول يا جماعه. ايزي اسئله. عطنا السؤال الثاني على طول. Which of these blocks stop you from taking full damage؟ هو بيسال عن وش هي البلوكات اللي ممكن ما تدمجك. طبعا اوبسيديان نو، ادروك نو، فيمكن قصده الووتر صح. ياي بوي ايزي بوي. اوكي خلينا نشوف السؤال الثاني. Which one of these mobs in hostel mobs ايزي موبز يا هو زومبي. وش دي الاسئله السهله يا جماعه؟ يعني انا الاي كيو حقي مرتفع يا جماعه، ما في مستوى يا جماعه، وش ذا المستوى بالله عليكم؟ يا هو انا ليه داخل دي مو مستواي ابدا. مال وات لوج تيب از ذس؟ قصده هنا الخشب وش نوعه هنا بالضبط. فتقريبا راح نقول دقيقه جنجل. يب هو الجنجل يا اخي. ايزي يا اخي يا جماعه انا شكلي هطلع من المكان ده يا اخي، ما فيش مستوى خالص. ورب المصحف يا جماعه انا ما شفت الاسئله، يعني ما شفت ابدا المقاطع حقت اليوتيوبرز. شفت يوتيوبرز ايوه بينزلوا على ماب الغاز وبيقولوا ان في اسئله ماينكرافت، ايوه عارفها، بس انا ما شفت الاسئله ابدا ولا عارف الاجوبه ولا مره دخلت الماب ده اصلا. فلا حد يجي يتفلسف على راسي يقول لي انت عارف الاسئله وانت عارف وانت عارف، لا انا ما عارف ولا شيء حرفيا، من جد حرفيا ما عارف اي شيء، ما عارف حتى وش فيها من جد. فيا لا حد يجي يتفلسف على راسي. اوكي وات از ذس بلوك كولد؟ خلينا ندخل، لا امزح يا جماعه، خلينا ندخل ممكن احي وات. جماعه انا وين دحين؟ الو اهم يا جماعه شكلي انا يمكن لازم المفروض اموت، المفروض صح، المفروض يمكن اموت، يمكن قصدي اموت، يمكن عشان يعذبوني وكذا، فاهمين كيف؟ غلط في السؤال وكذا. يب المفروض انا اموت عشان لازم يعذبوني. شوفوا يعني ما بي يعني يبي يعذب الشخص ما شاء الله. اوكي يلا المهم نشوف السؤال الثاني. يلا Who is the creator of this map؟ هو انا ساحب على نسيت الموضوع ذا تقريبا جي لول والله كان زمان طويل يا جماعه ما شفت. Which of these blocks is affected by gravity؟ gravity ايش قصده gravity؟ bone block ينعم التعذيب، ينعم التعذيب، تعذيب الو هنا وش كان؟ جرافل مثلا ميبي او لا جرافل، يا جرافل ايزي يا جماعه. يعني ما عرفت وش السؤال يعني وش معناه، بس اتس اوكي. وات لوك تيب از ذس؟ والله صدق الناس اللوك دي وش كانت؟ مو اوك لوك. عندنا خيارين، يا وارب ستيم يا ما ادري وش اسمها الثاني، فيمكن نختار دي يا جماعه. والله العظيم ما ادري يا جماعه. شوفوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يلا نخش. انا غبي، انا غبي، انا ليه داخل انبريكبل ان سرفايفل ماينكرافت؟ يعني الشيء اللي مستحيل ينكسر في ماينكرافت سرفايفل. اكيد بدروك. يب ايزي. نشوف السؤال الثاني. كان ووتر بي بليسد ان ذا نذر؟ نو اكيد طبعا نو. يا اخي يا جماعه ما فيش مستوى خالص يا جدعان. ويتش اوف ذيس از نوت ا داي؟ يلا داي لايت جرين
ما اعتقد اللايت جرين. جي ايزي يا اخي، انا وربي ماشي على الحظ، وربي انا ما اعرف وش جالس اسوي بالضبط، بس انا ماشي على الحظ صدقوني. انا ماشي على الحظ يا جماعه. هاو فار كان ووتر ترافل، بيقول انه البلوك يعني الووتر بتمشي كم بلوكه يعني لو يعني حطيتها في الارض وكذا. فنقول 8 بلوكات ناو تقريبا 7 6 بلوكات مستحيله لانها اكثر من كذا، ممكن 7 يب 7 7 جي جي اوكي. بيقول لك هنا ايش الشخصيه، وات از اوريجينال ماينكرافت، بيقول لك وش الشخصيه الاساسيه اللي كانت في ماينكرافت. تقريبا ستيف، كان تقريبا ستيف ستيف. احي خير صارت اكثر، هي هي بويا كان زفت. اوكي هو از ذا بيست ماينكرافت يوتيوبر. احي على كده نحن لازم نصوت لصاحب الماب عشان لنا، المفروض نصوت لصاحب الماب. شوفوا لازم نصوت لصاحب الماب عشان ذا. خلينا نشوف وش السؤال الثاني. وش الشيء اللي نطبخ في الفرن تقريبا، حاجه زي كده تقريبا فيرنس. ياها شكله تقريبا بيسالك وش ذي الاشياء يا جماعه. اول مره اشوف الايتم يا جماعه. شيخ يا جماعه انا عارف الايتم بس الموجوده في ماينكرافت اللي هي السورد والبيكاكس والاكس والبلوكات، ده اللي انا عارفه في ماينكرافت. أما الايتمات دي اللي أول مرة أشوفها في حياتي، أول مرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اختار هنا. يلا والله جي جي والله صح يا جماعة، هنا أم الحظ. هنا أم الحظ زي كذا. What version of Minecraft was that؟ تقريبا جافا، تقريبا جافا صح؟ جافا جافا هنا هنا. جي جي ايزي. What mob is dissipate؟ وش ذي الأسئلة يا جماعة، مخي رمان صراحة.